وادي الفروسية بمنطقة عين الصيرة على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، بعد أن قامت وزارة الداخلية بتطويره وتجديده في ادارتها للمكان. يعني بصراحه احنا بنبقى مبسوطين وفخورين ان احنا في المكان دوت، وعندنا في مصر مكان زي المكان. يعني كل حاجه فيه نظيفه وبوكسات كويسه وكبيره، مكان لائق جدا بمصر وحضارتها وماضيها ومستقبلها. فمكان يعني زي ما بقول لك يتعمل فيه بطولات عالميه. الملاعب التي تتسم بمواصفات دولية إلى جانب ملاعب الإحماء تجمع فيها الخيول بفرسانهم تباروا في رياضة قفز الحواجز بارتفاعاتها المتدرجة في ظل أجواء تنافسية رائعة وفرتها لهم وزارة الداخلية والتي أشاد بها المشاركون. أنا جربت جيت بطولات في كذا نادي، بس ده الصراحة أكبر نادي شفته لغاية دلوقتي، واسع والأراضي حتى الماتيريال بتاعت الأرض مختلفة. أول مرة أشوف حاجة زي كده الصراحة. أنا مستريح والحصانة مستريحة. كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية تتوفر هنا. فندق مجهز لإقامة اللاعبين، وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية، وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير بين جنبات الوادي، وأماكن لانتظار السيارات، فضلاً عن مطاعم وكافيتريات. أتمنى أن كل البطولات تبقى هنا طول السيزن، لأن إحنا بجد المكان ده بنرتاح فيه. كمان وجود فندق في المكان ده بيسهل علينا كتير قوي الترانسبورتيشن، أو إن إحنا نرجع متأخر بيوتنا وما نلحقش نرتاح وننام ونصحى تاني يوم فايقين للبطولة. فبجد مكان زي كده فيه إقامة كاملة ده ممتاز جدا. وتم توفير اسطبلات ذات سعة كبيرة لإيواء الخيول، مع توفير خدمة بيطرية ملائمة لها، وهو ما يساعد على إراحة الخيول المشاركة. غرفة الحكام صممت بطريقة تساعد على رؤية زوايا أفضل لكافة الملاعب لتوفير أداء تحكيمي أفضل في كافة البطولات. كل حاجة معمول لها التصميم السليم جدا. لما تشوف حتى قاعة التحكيم فوق شكلها إيه، الزوايا بتاعتها كويسة، كل حاجة معمولة. بس يعني كل حاجة قاعة كويسة فنيا وإداريا وكل حاجة، فدي حاجة عظيمة جدا. يعني احنا بنفخر إن مصر فيها حاجة على هذا المستوى. Я здесь первый раз. Мне здесь очень понравилось. Здесь много удобных и больших арен для разминки и для самого конкура. Здесь я в первый раз, и мне, в принципе, все понравилось. وزارة الداخلية هيأت وطورت وادي الفروسية ليستقبل المنافسات ليلاً من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب. والله احنا تاني مرة نيجي المكان ده، ومكان تحفة ومن أكتر نوادي أنا حبيتها دلوقتي في البطولات، وأراضي جميلة جدا، سدود حلوة جدا، وفي إمكانيات الفروسية حلوة قوي. أماكن هنا كويسة ومساحات كبيرة، فالحصان بياخد راحته. ختام فعاليات المنافسات كانت مراسم تتويج الفائزين في منافسات البطولة، حيث يتم توزيع الجوائز عليهم ليكون ختاما ناجحا للبطولة لهذا الموسم على أرض وادي الفروسية. شفت حاجات كتير حلوه بصراحه. المكان سبيشس، الفيو بتاعه على البحيره مكان خيالي، ممكن الناس تيجي فيه كمان تتبسط، مش تيجي يعني تيجي بتفرج على الفروسيه ومبسوط بقى بالمكان في نفس الوقت. مكان وادي الفروسيه مكان عظيم جدا، ونحب نشكر وزاره الداخليه على التنظيم العظيم اللي هم بيعملوه كل مره. تطوير وادي الفروسيه جاء وفقا لمعايير دوليه في رياضه الفروسيه، اسهاما من وزاره الداخليه في الارتقاء بتلك الرياضه في مصر، ويساعد على استقبال المنافسات الدولية والمحلية في ضوء تجهيزاته المتطورة التي توفر الأجواء المتميزة لإقامة المنافسات.